بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي هنتكلم عن الميموري مانجمنت والهيب في الامبيدد سيستمز. لو انت ذاكرت سي او سي بلس بلس هتعرف الهيب ميموري الوكيشن، الاراي ستاتيكلي الوكيشن، لكن الاراي فيكسد سايز في الكومبايل تايم بس ما نقدرش نحدد السايز بتاعها في الران تايم، فلازم نستخدم الهيب. في حاجة اسمها الهيب داتا ستراكشر، فما تعملش ما يبقاش في كونفيوجن بين الهيب داتا ستراكشر والهيب اللي هو الفري ستور. احنا عملنا allocation permanent allocation في global variables و temporary allocation في local variables. local variables تبقى local بس من functions، ما بتبقاش public للسوفتوير كله او الموديول اللي انت شغال عليه، تبقى بتتحجز طبعا في الستاك، وهي بتبقى private functional and cannot be shared with other functions. كل ما تيجي تعمل function او تنادي على function ده على function دي بيبقى فيه local variables created and data from previous instances are not available. ليه؟ لان local variable محجوز على الستاك، بتحجز على الستاك، لما function تخلص بتعمل له بوب من الستاك، فالسكوب بتاعه بينتهي. لما نيجي نستخدم الهيب او الميموري مانجر، تبقى temporal allocation in a way that's much more flexible. لما نيجي نحجز array في الميموري هيب نقدر نحدد السايز بتاعها في الران تايم. استخدام الهيب بيستخدم اثنين functions اللي هي malloc وfree. لما نيجي عايزين نحجز سبيس في الهيب بنستخدم malloc. لما نيجي نعمل free، لما نيجي نشيل الميموري دي نعملها free، بتعمل free، لازم تعمل free للميموري دي عشان السوفت وير بتاعك يبقى فيه ميموري فاضية. malloc بترتين pointer to the new object ومنخزنه في pointer. لو مفيش space في الميموري malloc بترتين zero which means null pointer. دي استخدامات الملوك واستخدامات الفري. consider الفانكشن دي، عندنا بوينتر ل 32 بت، بنحجز وورد 22 وورد، كل وورد 4 بايت. بنيجي نعمل initialization، طبعا هي الملوك هنا رجعت بوينتر. بنيجي نعمل allocation، نحط الداتا في الاراي bt وفي i بيساوي i، فاحنا كده حجزنا 20 words. نعمل iteration على ال 20 words دولت ونخزنهم، نحط الأرقام اللي هي من 0 ل 20 في ال array دي. بعد ما نخلص لازم نعمل free للميموري دي عشان نقدر نستخدمها بعد كده في بقية الموديول أو بقية السوفتوير يعني. الكومبايلر لو هو حجز 0 للبوينتر ده بنسميه null pointer. الاراي اللي هي inside the heap bt points to array any time after malloc is called and free، لازم يبقى بعديها free، اي malloc لازم يكون وراها free عشان تقدر تريليز الميموري اللي هي اتحجزت على الهيب وتقدر تستخدمها في السوفت وير. في الكايل سي 51 في فانكشن اسمها init name bool. الفانكشن دي بتاخد الادرس بتاعت البول بتاعك، البول في ميموري يعني وعاء للميموري، وبنحجز والسايز اوف البول ده بيبقى 200 بايتس. الاستخدام ازاي؟ بتعمل init bool وتحط لها الادرس بتاع البوليان ده بتاع الاراي ده سوري، وتاخد السايز اوف الاراي دي اللي هي 200 بايتس. عايزين نحجز بوينتر او array بوينتر تو unsigned integer، بنعمل malloc والماكس ماكس سايز اوف unsigned integer او سايز هو unsigned integer ماكس ماكس تربيع يعني، مثلا هنحجز بول كبير والسايز اوف في السايز اوف بتاع inside integer، تحجز allocate كام بايتس محتاجهم للاراي دي. حاول تستخدم الملوك والفري
القابلية دي لما تيجي تستخدم الملك والفري تقدر تعمل بيها لينكد ليست زي ما احنا اتعلمنا في السي او السي بلس بلس نقدر نستخدم اللينكد ليست. اللينكد ليست هي عبارة عن نودز وتفرق عن الاراي، لان الاراي ما تقدرش لما تيجي تعمل اد او شيفت، لما تيجي تعمل اد لاليمنت في الاراي لازم تشيفت الاليمنت كلها وتحط الاليمنت الجديد. ودي كومبيوتيشنال عالي جدا، لما تيجي مثلا اري مثلا مليون انتجر متخزن فيها مليون انتجر، لما تيجي تضيف اليمنت جديد لازم تعمل شيفت، تحجز اري جديده بسايز اكبر وبعد كده تعمل شيفت للاليمنتس دي كلها وتحط الاليمنت الجديد. اللينكد ليست على عكس كده هنعمل ريفيو ريفيجن لللينكد ليست. اللينكد ليست بتحتاج بوينتر واحد وتيتريت على الليست كلها وتنسرت الاليمنت ده. الانسرشن في الاري برضو زي ما احنا قلنا نعمل اد للاليمنت بنحتاج ان احنا نعمل تشابكت، لكن الانسرشن في اللينكد ليست بتاخد او 1 يعني تنسرتها في 1 انستراكشن اللي هي انسرت مثلا في الفرونت بتاع اللينكد ليست. شكرا.